ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى: وسئل مالك رحمه الله عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا برسوله وبلاغه عنه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه المتلقين منه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في موطئه ذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة، والتي إنما تكون واجبة بدخول وقت الصلاة، وقد تقدمت الأحاديث عن وجود الصلاة. فيتحدث عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الطهارة، ويقول: عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن عمرو بن يحيى المازني قال له، وهو جد عمرو بن يحيى المازني، فقال له حفيده أو سيبته يقول له: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوضأ؟ فأراد أن يرى الكيفية مباشرة بالفعل أمامه والتمثيل، وذلك أبلغ في التلقي والإدراك، وهو ما كان يحرص عليه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ كثيرا أمام الصحابة ويشاهدونه، وكذلك كان الصحابة من بعد يتعمدون الوضوء أمام من يشاهدهم ليتلقوا الكيفية كيف كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوضأ. فقال له: نعم، يعني يمكن ذلك. فقال: نعم. فدعا بوضوء بفتح الواو، وهو ما يتوضأ به الماء، فأفرغ صب على يده فغسل يديه، والمراد الكفان منهما، فغسل يديه يعني كفي يديه، فغسل يديه مرتين مرتين. وجاء هذا الحديث
في الموضوع كما سمعته مرتين برواية بعض الحفاظ، ولكن عدد من الحفاظ جاءوا في هذه الرواية بقولهم ثلاثا، فالثلاث هي الكمال وتحمل المرتين على بيان الجواز. فغسل يديه أي الكفين مرتين مرتين، ففيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، لأنه قال فأفرغ صب، ما وضع الكفين في الإناء ولا أدخلهما الماء، ولكن أفرغ صب من الإناء على كفيه فغسلهما خارج الإناء. وذلك هو المستحب عند الإمام مالك عليه رضوان الله لكل محدث، سواء قام من النوم لم يقوم من النوم، سواء كان يداه طاهرتين أو لا، فيستحب أن يغسل الكفين خارج الإناء من كان معتمرا، أي أما من كان متوضئا أراد أن يجدد فلا عليه أن يضع يديه، لكن من كان محدث، هذا مشهور في مذهب الإمام مالك أن من كان محدثا فلا يضع يديه في الإناء ليلا أو نهارا حتى يفرغ عليهما ويغسل الكفين ثلاثا خارج الإناء. الله. والحديث جاء بألفاظ بلفظ إذا قام أحدكم من منامه فلا يضع يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي هذا خصص بعض أهل العلم على غسل الكفين لمن كان قام من النوم في الليل، فإنه قال باتت، وجعل ذلك على الأغلب بعضهم فقال ليس المراد نوم الليل وحده ولكن أي ليل، ولكن الغالب أن الناس ينامون بالليل، فلهذا قال أين باتت يدهم. وجعل بعضهم أن هذا الغسل خارج الإناء لأجل الاحتياط والاحتراز من النجاسة، ولكن مسلك الإمام مالك وغيره أنه سنة في حد ذاته لا يتعلق بالنجاسة ولا احتمالها. ومن المعلوم أن من كان يعلم أن في يديه نجاسة فلا يجوز له أن ينجس الماء بوضع يديه فيه، ولكن يصب عليه، فإنه إذا وضع يديه وفيها نجاسة في الإناء صار الماء كله نجسا، وإن لم يتغير إلا عند الإمام مالك أنه لا ينجس إلا بالتغير. وهكذا عرفنا المشهور في مذهب مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعلمنا القول بالاستحباب لمن قام من النوم في الليل بالاتفاق، ولمن قام من النوم في ليل أو نهار عند بعض أهل العلم. سواء ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا بأن أخذ غرفة فأدخل الماء في فمه فحركه، هذا هو المضمضة. فالمضمضة إدخال الماء في الفم مع تحريكه، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف
بواسطة النفس. وذكر هنا قول استنثر، ومن المعلوم أن الاستنشاق والاستنثار مقترنان، فإخراج الماء من الأنف يقال استنثار، ولكن هل يتأتى يخرجه من دون ما يدخل؟ ما بيكون، فالاستنشاق داخل فيه بيقين. وقد يستعمل أحدهما موضع الآخر، يقال استنشاق ويرد به الاثنين، ويقال استنثار ويرد به الاثنين. أيوة، فإن هو لا يمكن خروج الماء من الأنف إلا بعد دخول. فالمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء المؤكدة الذي قال بوجوبها بعض الأئمة، فمالك والشافعي يقولان إنهما سنة، المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة في الوضوء وفي الغسل، وهكذا قال به جماعة من العلماء، فمن لم يأتي بهما فصلاة وضوء صحيح ولا إعادة عليه. وقال الإمام أبو حنيفة إنها في الغسل فرض وفي الوضوء سنة، فإذا وجب عليه الغسل وجب عليه نتمضمض ويستنشق، ويأخذ بأن تحت كل شعر جنابة فيكون الفم واللسان فيها جنابة، والأنف وشعرها وما وجلدها جنابة، فكيف يصل إليه الماء إلا بالمضمضة والاستنشاق، فيجب عليه أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة. أما في الوضوء فهي عنده سنة ومستحب. وجاءت روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك القول الأول أنهما واجبتان في الغسل والوضوء، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن المضمضة سنة والاستنشاق واجب، وذلك أن المضمضة كان من فعله صلى الله عليه وسلم، والاستنشاق من فعله وأمره، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فكان فيها أمر والأمر للوجوب، فأوجب الاستنشاق دون المضمضة. هذه الروايتان عن الإمام أحمد كما هما القولان لداود الظاهري أنهما واجبان معا، أو أن المضمضة سنة والاستنشاق واجب، وهذان يسن المبالغة فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الغلصمة، وإيصال الماء أيضا برفعه بالنفس إلى الخشوم إلا للصائم، كما قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يبالغ الصائم، فإن لم يبالغ فسبقه شيء فصومه صحيح، وإن سبقه شيء فصومه باطل على المقرر عند الشافعية. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، وذلك هو الكمال والأفضل، وكذلك التثليث هو الكمال والأفضل، مع إجماعهم أن الغسلة الواحدة إذا استوعبت فهي مجزية عند الكل، ولكن الثانية والثالثة سنة للاتباع. يقول ثلاثا أي على سبيل السنة، مع إجماعهم أن الغسلة الواحدة إذا استوعبت جميع الوجه أجزأت وكفت.
وهذا غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والدقن طولا وما ومن الأذن لذن عرضا. والجمهور على أن البياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، بل اختلفوا في الأذن نفسها فيما يتوازى مع الوجه منها، وهو الباطن الذي ظاهره ظاهر الأذن هل هي من الوجه أم لا، فدل على أن ما بين العارض والأذن من باب أولى، فالخلاف فيه ضعيف، أن ما وراء العارض من البياض إلى الأذن ليس من الوجه. قال به بعض الأئمة والجمهور أنه من الوجه، بل الخلاف في الأذن إلى وتد الأذن وإلى جميع ما يكون من جانب الأذن فيه الخلاف، والذي عليه الجمهور أن الأذن ليست من الوجه، ولذا جاء مسحهما مستقلين بعد مسح الرأس. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا. قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم. فهو ما يواجه به الإنسان من منابت شعر الرأس إلى العارض والذقن عرضا، فعلمنا الاختلاف في هذا البياض بين الأذنين والعارض. ففي رواية عن الإمام مالك: ليس ما خلف الصدع الذي وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه، ليس من الوجه. عرفت قول الجمهور أنه من الوجه. وهكذا يقول الإمام أحمد: غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من الحين والدقن وإلى أصول الأذنين، يتعاهد الذي بين العارض والأذن. وكذلك يقول الإمام أبو حنيفة وأصحابه أن هذا البياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، وغسله واجب. سواء. ففيه ذكر التثليث، وهو كما علمت سنة، فيكرر كل غسل ومسح ثلاثا، واستثنى بعضهم مسح الرأس وهم الجمهور، وجعلوه مرة واحدة لأن أكثر الروايات جاءت كذلك، وأخذ الإمام الشافعي بالعموم في أنه ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يستثنى الرأس. وبرواية عن عثمان عن زازم أنه مسح برأسه ثلاثا وقال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بهذه الرواية الإمام الشافعي فقال: مسح الرأس ثلاثا. وعامة الروايات جاءت أنه مسح رأسه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. ولهذا عند الحنفية والحنابلة لا يسن تثليث الرأس. وكذلك يقول أكثر علماء المالكية أن رد اليدين ثالثة فضيلة إذا كان في اليدين بلل ولا يستاني في الماء للثانية ولا للثالثة، هذا عند المالكية. وفي رواية عند الإمام أحمد كالشافعي في تثليث مسح الرأس، لكن علمت أن الصحيح من مذهب الحنابلة أنه مرة واحدة مسح الرأس. في رواية عن الإمام أحمد مثل الشافعي أنه سن مسح ثلاثا، والصحيح في مذهبهم أنه يسن مرة واحدة مسح الرأس. طيب
أما الزيادة على الثلاث فلا معنى لها، بل هي مكروهة. وهي من جمعة ما عدوه من الإسراف في الوضوء. وقال ثم مسح ثم غسل يديه مرتين مرتين المرفقين. وعلمت أن هذه الرواية قابلها رواية أكثر الحفاظ بأنها ثلاثا ثلاث. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه فرواية بدأ بمقدم رأسه تفسر معنى فأقبل بهما وأدبر، وليس معنى أن يبدأ من القفاء ولا أن يضع يده في وسط الرأس ويقبل بها ثم يدبر كما توهمه بعضهم، ولكن بدأ بمقدم الرأس هذا الأقباء ثم مر بها إلى القفاء ثم ردها. الرد هذا هو الذي أقبل، لأن أقبل وأدبر ماشي ثم أدبر، فيمكن المراد بالإقبال لهما بعد أن مشى بهما، لأنه قال بدأ بمقدمي ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما، فبين تماما معنى قوله فأقبل بهما وأدبر حتى رجع المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. الله أعلم. فاتح أن يكتبنا في ديوان الصالحين وهدى المدين الموفقين الخير مع سلامة وشر وضير إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أصحاب الفاتحة. قناة الإرث النبوي ويزكيهم ويعلمهم.